مسألة الضامن هو فد كلمة أو مصطلح ليس بحقيقي. ضامن لمن؟ ضامن لمصالحهم نعم الشخصية، ضامن لأحسابهم، ضامن لمكاسبهم. فحقيقة هذا خلي شوية نبتعد عنه، ولكن مسألة أنه جمع تواقيع ومسألة حضور وعدم حضور، هذا الموضوع لا أحد يستطيع أن يعني ينهيه بشكل تام. كل الأبواب 133 نائب قد ينسحب منهم 33 نائب، وين وقع؟ شنو المشكلة؟ لا يحضر، تمارض أو أي شيء، كل شيء متوقع. ولكن يعني السؤال لمن يطرح هذه الطروحات ويتأمل بالإطار التنسيقي، ما أنتم صار لكم 18 سنة بالحكم، ماذا قدمتم للعراق؟ ماذا قدمتم للشعب العراقي؟ اليوم اعترفوا بأنكم لم تحصل الأصوات والشعب لا يريدكم، وافسحوا المجال للمستقلين. وهذا الخطاب ليس فقط للإطار، وإنما للجهة الثانية أن تفتح المجال. على سبيل المثال تعطي يعني من هيئة رئاسة البرلمان تعطيها للمستقلين، وتعطيهم رئاسة لجان مهمة كالنزاهة والمالية وغيرها، وتترك الفرصة للمستقلين أن يعملوا للعراق ومن أجل العراق ومن أجل أبناء العراق وضمن رقعة العراق، وليس العمل لمصالح الدول الأخرى.